السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة يا شباب هنتكلم عن بعض الأخطاء الشائعة اللي أنا شفتها وإحنا بنصحح في الامتحان. كنت طالبة من كل طالب إن هو يختار تو برودكت ويجيب لكل برودكت 5 legislation و5 standard، تمام؟ وكنا قايلين لكم وكنا مدين اكزامبل ازاي هنحل الايه الامتحان ازاي. طيب احنا شفنا ايه بقى يا شباب في بي 3؟ بعض من الطلبة عاملين ايه في الليجيسليشن نيم، كاتبين لي شرح قانون، وفي الديسكريبشن اوف ليجيسليشن كاتبين لي شرح القانون، في الايشيود كنترول برضو نفس الكلام كاتبين شرح القانون. طبعا احنا ما قلناش كده خالص في الليجيسليشن نيم يا شباب، احنا قلنا ان انت هتكتب لي اسم القانون، اسم القانون مش شرح القانون، اسم القانون. ليجيسليشن نيم معناها اسم القانون، ديسكريبشن اوف ليجيسليشن معناها ان انت بقى بتبتدي توصف القانون او تبتدي تشرح القانون ده بيتكلم عن ايه. الايشود كنترول يعني انا والله بقول لك لو انت فهمت القانون ده بيتكلم عن ايه هتعرف الايشود كنترول يعني ايه. ايشود كنترول يعني والله القانون ده بيتحكم لي في ايه، او القانون ده بيساعدني في ايه، او القانون ده بيحميني المنتج بتاعي من ايه. دي معنى كلمه ايشود كنترول. طب والله طب انا هجيب الليجيسليشن نيم والديسكريبشن والحاجات دي هجيبها منين؟ الحاجات دي احنا رفعنا لكم كتاب، الكتاب ده فيها اسماء القوانين المصرية وفتحت كل قانون في الشرح بتاعه، تمام؟ طب انا مثلا لو اديتك اكزامبل، لو قلت في legislation name يا شباب هقول والله كلمة legislation name اسم قانون، لو قلت copyright ده اسم legislation، الديسكريبشن شرح القانون، والله هبتدي اشرح يعني ايه copyright. copyright معناه حقوق الملكية الفكرية، يعني حقوق الملكية الفكرية copyright معناها اني انا ده المنتج بتاعي، ان هو محدش يقدر ايه ياخده، او مفيش اي شركة تانية تقدر تاخده وتنسبه لنفسها، دي معنى كلمة copyright. طب لو انا قلت issued controlled، issued controlled معناها القانون ده حمالي المنتج بتاعي من السرقة، حمالي المنتج بتاعي من السرقة. انا برضو عايزاكم تمشوا كده نفس المنوال اللي انا ايه بقوله لكم ده، عايزاكم ايه تمشوا نفس الستبس دي بالظبط وانتوا بتحلوا في الامتحان ده كده يا شباب في الجداول بتاعه الليجيسليشن. اما بقى يا شباب لو جينا للجدول بتاع الستاندرد، قلت لكم طبعا يا شباب هتجيب الستاندرد كود وتبتدي تقولي شرح الستاندرد ده، الستاندرد ده بيتكلم عن ايه. يعني مثلا لو قلت لك في كود اسمه البريتش ستاندرد 3692 مثلا، ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي الايزومتريك سكرو فاستنينج. يعني ايه؟ يعني ده والله بيتكلم عن البولتس والنط. طب ده ساعدني في ايه؟ يبقى الايشوت كنترول ساعدني في ايه؟ يبقى ايشوت كنترول، ايشوت كنترول اقول له والله ان هو عرفني الدايمنشنز بتاعه البولتس اللي انا ايه الفتحه. مثلا لو انا عندي مسمار مثلا 5 مللي خلاص يبقى عرفني خلاص والله الفتحه انا هفتحها قد ايه، عرفني المسافه ما بين يا شباب السنه والسنه في النط، في معرفني المسافه ما بين السنه والسنه، عرفني طول المسمار قد ايه، تمام. يبقى انا يا شباب لو انا جيت اتكلمت وقلت ستاندرد، الستاندرد ده عرفني ايه، يبقى الايشود كنترول ده معناها الستاندرد ده ساعدني اللي انا اعرف ايه. هي كده فيها مشكلة؟ لو في اي مشكلة او اي استفسار ممكن ان انتوا ايه تكتبوا لي تحت الفيديو وانا هرد عليكم، دي حاجة. اما بقى يا شباب بالنسبة لبي 4، احنا قلنا الخانة الاولانية بتاعت الكونسترينت ثابتة، والطيب اوف كونسترينت نفس الكلام احنا شرحناهم قبل ما نقعد من الدراسة، شرحنا كل واحده فيهم بتتكلم عن ايه. قلنا اول حاجه الكوست اوف انرجي، يعني معنى ايه كوست اوف انرجي؟ معناها تكلفه الطاقه. بيقول لي بقى في ثالث خانه والله طب الكونسترين ده او الكوست اوف انرجي ده اثر لي ازاي على المنتج بتاعي. هقول والله ان انا كنت عايز اصنع المنتج بتاعي ده بيشتغل بالسولار، ولكن لقيت ان تكلفه السولار غاليه فابتديت ان انا ايه اعمل المنتج بتاعي من الالكتريسيتي عشان الالكتريسيتي مالها اقل تكلفه. هي فيها مشكله كده؟ بس كده يا شباب. اما بالنسبه للناس اللي حاله الدي وده يعني قليل جدا، يعني مفيش غير حوالي واحد اللي عندي في الفصل هو ده يعني حللها كويس مظبوطه. لو في اي استفسار يا شباب تقدروا طبعا تتواصلوا معايا، وانتوا عارفين
احنا عاملين جروب على الواتساب وبنتواصل مع بعض فيه.